اهلا وسهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نستعرض معاكم قراءه سريعه على اهم نشرات الصحف والمواقع وايضا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليله اللي فاتت. ونبدأ في المركز الاول رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على خلفيه اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات واللي شهد الموافقه على 7 قرارات جديده. في المركز الثاني الفنانة دينا الشربيني بعد تصريحات مثيرة تلفزيونية أعلنت فيها بشكل رسمي وجود جزء ثالث من مسلسل كامل العدد وتصريحات عن علاقة عاطفية بتجمعها بشاب من خارج الوسط الفني. في المركز الثالث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعد عقده اجتماع لمناقشة الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح الجديد 2023 وذلك تمهيدا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح اعتبارا من يوم الثلاث المقبل الموافق 7 مايو 2024. في المركز الرابع نعمة شفيق رئيس جامعة كولومبيا بنيويورك على خلفية اعتصامات داخل الجامعة ومظاهرات داعمة لفلسطين وتدخل شرطة نيويورك. في المركز الأخير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأخبار متعلقة باجتياح رفح وكمان أخبار عن صفقة تبادل رهائن مع حماس. كمان معانا نقامة وزارة التخطيط والتنمية بنفي شائعة تداولتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها، وأكدت أنه لا صحة لما أثير عن إتمام الصفقة وأنه لم ترد فكرة البيع لمحطة جبل الزيت. والحقيقة أن الدولة قامت بعملية طرح تنافسي على المستثمرين للاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، وده كان من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عام فقط بتعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة مرة تانية. قام كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته بتوجيه رسالة بمناسبة عيد العمال، وجاء نص رسالة الرئيس السيسي كالتالي: أتوجه بتحية وتقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم. هؤلاء الرجال الذين تعهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به، فقد بذلتم قثارة جهدكم في النهوض بدولتنا العصرية الحديثة، فاليوم هو رمز التفاني والإخلاص في العمل. كل عام ومصر بكم تزدهر وأدام الله عليكم الصحة والعافية. أما رسالة السيدة انتصار السيسي فكانت: في عيد العمال أتوجه بالشكر والتقدير لكل الأيادي التي تبني وتعمل بلا كلل وتسخر جهدها وعزمها لبناء كل شبر في الوطن، شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. كمان أعلنت الفنانة ريم أحمد أثناء وفاة والدتها عبر حسابها بمنصة فيسبوك، وتم لاحقا تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة وسط حضور عدد كبير جدا من أهلها وأصدقائها. أعلن طه خليفة زوج الفنانة ريم عن موعد العزاء وقال: شكر الله سعي كل من حضر صلاة الجنازة والدفن، الحمد لله الأمانة وصلت وبإذن الله العزاء في مسجد ودار المناسبات الحوامدية الشاذلية يوم الجمعة 3/5/2024. قامت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات بإعلان عدم امتثال تونس للمدونة العالمية، وبالتالي تم فرض عقوبات بمنع تونس من استضافة أي بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية. كمان لن يسمح برفع العلم التونسي في أولمبياد باريس 2024 حتى تعود العمل تحت الوكالة الدولية مرة تانية. قامت شرطة ولاية نيويورك باقتحام جامعة كولومبيا واعتقال عدد كبير من الطلاب بسبب مظاهرات داعمة لفلسطين من الطلاب داخل الحرم الجامعي. كانت رئيسة جامعة كولومبيا قد وجهت رسالة لشرطة نيويورك قبل الاقتحام وقالت: نأسف جدا لطلب مساعدة شرطة نيويورك لإجلاء جميع الأفراد من قاعة هاملتون ومعسكرات الحرم الجامعي، وفي إطار هذه العملية نتفهم أن شرطة نيويورك بتخطط لاستخدام كل قوتها. وأضافت مخاطبة للشرطة: نطلب أيضا منكم البقاء في الحرم الجامعي حتى 17 مايو 2024 على الأقل للحفاظ على النظام وضمان عدم إقامة معسكرات الاعتصام مرة تانية. خلونا بقى نختتم فقرتنا النهاردة بفيديو لشجار عنيف جدا بين لعيبة مختلفين في دوري البيسبول الأمريكي. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني.